سهرية رمضان نرجع معكم في الجزء الأخير من ليلي رمضان كملوا معكم حتى نوصل ليل سهرية رمضان نعطيكم أبرز المواعيد اللي تستنا فيكم الخرجات والسهريات وفي سهرية رمضان فما ناس اللي عينها باش تمشي للسينما في القاعات انطلاقا من اليوم يخرج فيلم The لوست King، سي ان اللي يرجع على لي تراس دو 3 فيلم المخرج ستيفان فيرس الفيلم خرج اليوم 19 مارس في فرنسا وزاد في قاعات السينما في تونس غريب يمكن انه شخص في رمضان يقرب شي يمشي في السينما مي بوكو با pour لي cinéphiles الناس المغرومه تنجم تمشي وتكتشف الفيلم هذايا اللي مازال كيخرج في القاعات كما قلت في فرنسا وفي قاعات السينما في تونس زاده في الاجواء الرمضانيه والروحانيه زاده كيف كيف ليكم موعد غدو في المسرح البلدي بالعاصمه مع حضرة رجال تونس هذا مع 9 ونص امتاع الليل في المسرح البلدي بالعاصمه بالنسبه للويكاند هذايا نهار الاحد 2 ابريل عندكم موعد مع الفنان لطفي بوشناق في المسرح البلدي بالعاصمه كيف كيف وعندكم موعد زاده لحد 2 مع l'orchestre symphonique تونسيان، إن concert symphonique بجو رمضاني إن concept très original على خاطر حفل لموسيقى جينيريك المسلسلات دونك فما نوع من الحنين والنوستالجي في الكونسيرت هذيا اللي مبرمج في تظاهرة رمضان في المدينة وهذا نهار الأحد كيما قلت 2 أبريل في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة وبالنسبة لنهار السبت 1 أبريل اللي موعد مع مسرحية بيك بوسا الواجهة الجدوبي اللي مبرمجة في قاعة الحمراء زفير المرسى مع العشرة متاع الليل هذه بعض المواعيد الثقافية باش من توا تبرمجوا وتقراوا حسابكم وين تحبوا تمشيوا في الايام الجايه في سيدي رمضان شوفوا اللي فما هكا حركه وين ديناميك وناس قاعده تخرج وتتفرهد وكل مره نعطيكم في سهريه رمضان ابرز المواعيد سينو اذا كنت حابة تقصوا